صالح من جدة، تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقبل الله منا منكم. صالح الأعمال يعني. تفضل. اللهم أمين. يا شيخ بسأل عن اللي مسافر خارج المملكة فترة رمضان، صوم في البلد اللي هو مقيم فيه، هل ينطبق عليه حكم انه يفطر اثناء السفر وهو مقيم بالبلد يعني مدة اسبوع او 10 ايام، ما هو محدد الوقت؟ اذا كان ما يدري عن مدة اقامته فله الافطار لانه في حكم المسافر، اما اذا نوى اقامة تزيد على 4 ايام فانه يصوم ولا يفطر. اكثر من 4 ايام يصوم؟ اذا نوى اقامة تزيد على 4 ايام. هو ما يدري عن المدة اللي بيقضيها، هذا له أن يفطر، ما يخاف في حكم المسافر هذا. لو زادت المدة عن 4 أيام. اي نعم. بارك الله فيك، شكرا صالح من جدة.